الحرب في سوريا بلغت شهرها 20 ولم تبلغ الأطراف المتحاربة مبتغاها بعد. الاشتباكات تدور حول حاجز الليرمون العسكري الواقع على طريق حلب إعزاز، وهو على أحد المداخل الرئيسية للمدينة التي تشهد معارك يومية منذ 3 أشهر. في الوقت نفسه تتصدى المضادات الأرضية للغارات الجوية في حي مساكن هنانو. وفي محافظة إدلب المعارك لم تضع أوزارها بين القوات النظامية ومقاتل المعارضة في محيط معسكر وادي الضيف القريب من بلدة معرة النعمان. الوادي يحظى بأهمية استراتيجية لأنه الأكبر في المنطقة ويعزز من قدرة المعارضين على إعاقة التعزيزات المتجهة إلى مدينة حلب. القوات الحكومية من جهتها أغارت على مناطق وجود المعارضين في مناطق معر شورين وأرميناز ومعرة حرمة. دير الزور نالت حظا وافرا من الطلعات الجوية، وألقت الطائرات قذائف على حي الجبيلة ولامست أعمدة الدخان السماء. المشهد صار ضبابيا في المنطقة وسادت حالة هرج ومرج، والكل يركض بحثا عن مأوى من القصف ويحاول إنقاذ الجرحى. وداخل المستشفيات فاقت أعداد الجرحى القدرات الطبية المتوفرة وتدرجت مرافقها بالدماء. في بلدة الميادين بدير الزور أصبح الفرار من جحيم الحرب الأولوية القصوى للنساء والأطفال. حمص لم تنجو من العمليات العسكرية بعد، وتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على الرستن وتلبيس والخالدية والقصور وبقية الأحياء المحاصرة. وفي حماة أظهرت صور القوات الحكومية وهي تطلق الرصاص من فوق أسطح المباني. جغرافيا الحرب في سوريا آخذة في الاتساع، ولا يبدو أن هناك شواهد تغيير تلوح في الأفق.